يا حبيبتي. لا معلش، الناس كانت بتسقف. عامله ايه؟ لا انا في الشغل اهو بسرق. ادعي لي ربنا يكرم. لا بلاش امك تدعي والنبي، اخر مره خدت 5 سنين. بلاش والنبي. ايوه يلا يلا يا حبيبتي. سلام سلام، نتقابل يوم الثلاث. سلام. يوم الثلاث؟ انا اول مره في حياتي استخدم يوم الثلاث ده. يوم ملوش اي لازمه في قلب الاسبوع. يعني ايه مبرر وجوده؟ مش عارف. الجمعه اجازه كل الناس، السبت اجازه البنوك، الحد اجازه المسيحيين، الاثنين اجازه الحلاقين، الخميس اجازه المتجوزين. التلات بقى بيعمل ايه في النص؟ مش فاهم. انا رايي نشيل التلات ده ونحط مكانه مثلا علاء. والله الاسبوع يبقى احلى، يبقى سبت حد اثنين علاء، اربع خميس جمعه. والله يبقى طعم. انا هقعد على ضايع اليوم في التلات؟ انت يا ابني عايزين نسرق يا طفاشه، يا دي يا طفاشه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ايه يا؟ انا لقيت موبايل وسط المجوهرات. يعني انت مش فرحان انك لقيت مجوهرات، فرحان انك لقيت موبايل وسطيها؟ ايوه يا ابني، ده موبايل اندرويد. موبايل ايه؟ موبايل اندرويد. موبايل اندر؟ ده موبايل كوتونيل ده ولا ايه؟ يا ابني انت غبي يا ابني، ده موبايل اندرويد يعني فيه واتساب. واتساب مين؟ يعني الواتساب البت. وايه اللي واتساب مين يا ابني؟ موبايل ايه؟ مش فاهم حاجه يا ابني. ده فيه فايبر. ده فايبر ايه يا ابني؟ ده موبايل ولا الحاف؟ بقول لك انت غبي وهتقرفني، ده موبايل اندرويد يعني فيه قمرتين، قمره من ورا وقمره من قدام. اخيرا يا رب، اخيرا احقق حلمي، اخيرا هتصور سلافي براحتي. هتتصور ايه يا حبيبي؟ سلافي. ايه السلافي ده؟ اقول لك انا، تطلع موبايل كده وتجيب الكاميرا من قدام، تقوم جرها في ايدك كده عشان تتصور. بس قبل ما تتصور ايه بقى؟ تقلب جن. بص. والله طول عمري اسمع عن بوز البطه، اول مره اشوف بوز القرد. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اثبت واهدى بدل ما نروح الاسم ونتصور سلافي من ابو ارقام، عارفه اللي هو ده. طب انت اخويا شفت بوز القرد؟ انا اول مره اشوف بوز الاخس. شفت يا ابني؟ ما تتخباش، يعني هنصور نفسينا سلافي ورانا المجوهرات وننزلها على الفيسبوك بقى ونعمل لها صفحه ونكتب عليها ايه؟ المجوهرات اللي ورايا دول مش بتوعي، دول جولي نقطه في اسبوعي. وزع فشار بقى على الناس. طبعا يا ابني. يا عم ما تقرفناش، بطل غباء. انت اللي غبي يا عم. والله العظيم انت اللي غبي. والله انت اللي غبي. هثبت لك. فاكر يوم ما رحنا نسرق وقلت لك شايف الخزنه دي عايزك تفورها؟ فاكر عملت ايه؟ خدت الخزنه قعدت ارج فيها لحد ما فارت. هي كده فارت؟ مش غرقتنا فلوس يبقى فارت. انا هثبت لك. فاكر اول امبارح لما رحنا فرح علي علوكه؟ لا مش لا افكرك، خد تعالى. مش واحنا راجعين وقفنا كمين قال لنا انتوا شاربين؟ قلت له لا يا باشا فايقين. قال لي طب قول لي جمله اخرها لا، لو قلتها تبقى فايق وهتروح. قلت له انا اقتل اسرق اخش البوكس لا. قال لي انت فايق روح. فاكر انت عملت ايه؟ لا مش فاكر. لا افكرك، انا الظابط. خد يلا. باشا خد تعالى. انت مين؟ انا العبد لله ضرب القطر في داره مشاه. الجرافيك ده اللي انت عايش فيه ده، انت متكيف صح؟ متكيف؟ لا. طب لو قلت لي جمله اخرها لا يبقى انت فايق وتروح. باشا وانا قلت لك على حياه حياتك هتصدقني؟ لا. يبقى انت فايق يا باشا روح. صح ولا لا؟ افتكرت؟ مش ساعتها الظابط اعجب بينا؟ واصر يروح معاه الاسم وياكلنا هناك؟ والله ده لسه ما لميتش بواقي الاكل اهي من على قفاك. انت ما بتعرفش تلم السفره. انا مالي؟ بقول لك ايه؟ وبعدين انت مشغل معانا واحد غبي، وانا الاغبياء بيعطلوني والمصحف. والله بيعطلوا جدا الاغبياء. والله العظيم. معلش ده قريب المعلم نستحمله، ماشي؟ ماشي. اسمه ايه هو؟ اسمه فرنكات. ايوه هو ترنشات. يا دي يا ترنشات. فرنكات. يا ايوه يا عم. مش عارف مش عارف انط. مش عارف انط من على الصوره، اعمل ايه طيب؟ مساء الخير. مساء النور. انا وسام حضرتك. مساء الخير. ايه ومساء؟ احنا حراميه يا ابني. صباح الخير. يا ابني صباح الخير، احنا مجرمين حراميه. هاي هاي ايه يا عم؟ هنسرق اكونت على الفيس وايه اللي هاي؟ يا ابني حراميه يعني تخش تقول ليلتكم بتشكل ولا بتاع كفته؟ يا عم ده ما ينفعش معاك الكلام ده، انت شايفه ده وسيم. ربنا يخليك، ده انت اللي قمر. ما تقوليش قمر يا عم. يعني انت كويس؟ ما تقوليش كويس، ده منظر واحد كويس. ايوه حد حلو. انا مش حد حلو يا عم. خلاص حد زفت. الله يخليك.
يا قذر. والله العظيم هتغرى وبطل سرقه والله. يا زباله. الله يبارك لك يا رب. انت بتفرح بالحاجات دي قوي قوي. طب استنى، يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. اه والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. اه والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. اه قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل. قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل؟ ما هعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ العياده بتاعته في شقه رقم كام؟ اه ده انتوا لقيتوا بعض بقى. لذيذ قوي زميلنا الجديد اللي انا. هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى وعايزين نسرق عشان نخلص. انت قال لك تقتل جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه. انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام ماشي. ونخش بقى معانا كشافات. نخش بقى المكان اللي هنسرقه. هو في واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه. لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض. تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب. فهي بتتقلب تعجبني اختصبها. بالمره بقى ما احنا بنسرق. فلما اختسبها بقى تقوم هي مخربشاني وانا قاتلها. بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم بطوله مين اللي انت بتحكي؟ بطوله انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جالي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه. انا عايز اقتل. ايه ده اعمل له ايه يا ابني؟ عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه، تعالجوني. لازم هتقتل. هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل. افضحكوا. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل. اعمل انت الخدامه. ماشي خدامه. ما اعملش خدامات انا. يا ابني والله الدور ده حلو جدا. خدامه ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك. اعمله. ما اعملش انا خدامات. لو سمحت ساعدني تعبان. ساعده بس. يلا والله قلت لك الاخباب يعطلوني والله. معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا يلا يلا. مشهد قتل الخدامه اول مره اكشن. يلا اقتلها يا استاذ. يا استاذ اقتلها. ما هي ما اتقلبتش. فما اتقلبتش فما عجبتنيش. هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها. بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان استاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه. يلا يا جماعه مشهد قتل الخدامه تاني مره اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها. ما هي بتموت لوحديها. ما بتفرفر قدامك اهو. معلش قولها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه. واحده بتتقلب على السرير مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها. مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه؟ والله عاشر واحده اخربشها ان انا الاقي الجدول. ابدا يا استاذ ما تجننيش والنبي معاك. انا مالي انا؟ انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه ثالث مره اكشن. لا انت هتعمل لي عرس هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اثبت بقى. اثبت بقى. حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده. حرام عليك. مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم؟ عايز اتعالج والله. بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك والله. بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو كده اهو. تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس. الله يرحمه كملي لي الثلاجه لحمه. روقي يا حبيبتي روقي. مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اختي. نجار؟ اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك؟ صحيح
بق النجار مخلع. ايوه كده فكي. بس بقى بتضحكوا؟ ما خلاص ضحكنا. انا عايش مساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط؟ اقول لك انا. احكي. انا حكايتي صعبه على الكافر. انا وانا صغير كنت بحب ابويا قوي، ابويا بيحبني بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبر. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكان وميعاد السرقه، فيجي ايه بقى ايه يقبض عليا، فاروح معاه اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليت وافيان. بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش.